فيلم مولانا هو آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي على شاشة السينما، ولأن الفيلم حقق نجاح كبير أمام شباك التذاكر كمان نافس في العديد من المهرجانات الدولية، المخرج مجدي أحمد علي بيدور على عمل سينمائي متميز وفي نفس مستوى مولانا، وده الحقيقة اللي دفعه لرفض العديد من السيناريوهات اللي جات له. في التقرير اللي جاي هنتعرف من المخرج مجدي أحمد علي على حكايته مع فيلم مولانا، واللي حصل على أكثر من جايزة من مهرجان المركز الكاثوليكي، وكمان هنتعرف منه على آخر أخبار مسلسل بليغ حمدي، وده المشروع اللي تم تأجيله أكثر من مرة. وانت بتدافع عن الشيعة ولا ايه يا مولانا؟ من هؤلاء الكفرة الملاحدة تقول الكلام بتاع ان المسلم مطالب بالإيمان بالمسيح وكل الأنبياء؟ عليك بتدافع بوليدينك وأحبابك ومعجباتك، فاكرين نفسهم أنبياء عايزين ينشروا التنشيط؟ احنا بس مش عايزين ندي فرصة لعملاء في أمريكا يتكلمونا في حقوق الإنسان والكلام الفارغ. الإسلام ما فيهوش سنة وشيعة، الإسلام فيه الإسلام نقطة. في ناس بره من امن الدوله عايزين طبعا، ما هو ده بقول لك، هو ان الواحد بيعمل فيلم لناسه اولا، يعني بعد كده ان الناس بره تحبه ده شيء اوبشن، بس اللي انا بحبه ان انا فعلا جوه بلدي الناس بتحب افلامي، ده شرف ليا. لا والله ما في حاجه، ليه زعلتني ليه؟ والفيلم اللي راح اترشح الاوسكار فيلم يستاهل وفيلم محترم، وانا بحب صنعيه. انا كان الطريقه اللي تمت بيها تشكيل اللجنه هي اللي كانت مضايقاني، واعتقد ان الاستاذ مسعد فوده هيغير اللجنه ديت. يعني بص، احنا عندنا فعلا مشكله في كتاب سيناريو، عندنا مشكله في البنى في الدراما، يعني فنقعد، والادب احد روافد الثقافه ومهم، نقعد نعمل كده لغايه ما نلاقي كتاب سيناريو بيكتبوا مباشره للسينما بشكل احترافي. لسه كنت مع ابراهيم دلوقتي، الحقيقه كنا في المركز الكاثوليكي وهو اضطر يقعد عشان الندوه مستمره هناك. طبعا يا ريت، عندي اعمال كتيره ان شاء الله مع الاستاذ ابراهيم باذن الله ومع غيره من الادباء والكتاب، يعني هي القضيه الاساسيه بتاعتي اللي هتكلم عنها. انا بشتغل على فيلم اسمه الدنيا والجنه، بقالي فتره بحضره، عندي مسلسل عن بليغ حمدي، عندي مسلسل بحضره ايضا عن ثلاثيه غرناطه للكاتبه الكبيره رضوى عاشور، عندي اكتر من عمل بس نلاقي منتجين. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور تبعي أدريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.